بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا مع مقرر تنظيم حاسبات 2. أنت معنا في الباب الثاني من هذا المقرر، وهو بعنوان Pipeline and Vector Processing. ننتقل الآن إلى الدرس التالي. Chapter 2 Lecture 7 Vector Processing معالجة المتجهات. في هذا الدرس سنعرف ما هي الفيكتور بروسيسنج، فيكتور بروسيسنج ايش المقصود بها، وسنعرف ما هي تطبيقات هذا النوع من انواع المعالجة applications of vector processing. نبدأ بتعريف الفيكتور بروسيسنج. هنالك بعض المشاكل العلمية او الهندسية التي تتطلب عمليات حسابية على طبقات ضخمة من الأرقام أو كميات ضخمة من الأرقام. إذا كنا نتعامل مع عدد كبير من الأرقام داتا، فإننا يمكن أن نستخدم طريقة الفيكتورز والماتريسز، المتجهات والمصفوفات. لماذا؟ لأن هنالك تطبيقات علمية أو هندسية لابد فيها من التعامل مع أعداد ضخمة من الأرقام. هذا يتطلب الاستعانة بالمتجهات والمصفوفات لتسهيل التعامل مع هذه الكميات الكبيرة من الأرقام. هذه المشاكل تتطلب عدد مهول من الحسابات، لأن الأرقام كثيرة واستخدمنا نظام المتجهات والماتريسز. إذن التعامل مع المتجهات والماتريسز يتطلب computations بأرقام كبيرة. إذن نقول some problems in science and engineering applications، بعض المسائل التطبيقات العلمية والهندسية require arithmetic operations on large arrays of numbers، تتطلب عمليات حسابية على أرقام وبيانات كبيرة جدا. And can be formulated in terms of vectors and matrices، هذه الأوبريشن يمكن أن نشكلها في شكل متجهات ومصفوفات. حتى لو شكلناها في شكل متجهات ومصفوفات، these problems require a vast number of computation، هذه المسائل تحتاج عدد مهول من العمليات الحسابية. طيب، نستعين بالحاسبات، ولكن أي نوع من الحاسبات؟ الحاسبات التي تستطيع التعامل مع المتجهات أو تستطيع معالجة المتجهات تسمى computers with vector processing. هذه الكمبيوترز لها المقدرة are capable to deal with such problems، لها المقدرة على التعامل مع مثل هذه المسائل المعقدة حسابيا. كيف؟ By allowing operations to be specified with a single vector instruction. في نوع الحاسبات التي لديها معالجة متجهات تكون العمليات محددة بتعليمات تسمى الفيكتور انستركشن. ايش يعني الفيكتور انستركشن؟ بدل ان نعيد تنفيذ عمليات كثيرة على متجهات ومصفوفات كثيرة، نشكل التعليمة بحيث إنها تصبح تعليمة واحدة مركبة مثل هذه التعليمة. C قوس واحد دبل دوت 100 equal A واحد دبل دوت 100 زائد B واحد دبل دوت 100، هذه تسمى vector instruction. معناتها عايزين نتائج لـ C من 1 إلى 100. من أين تأتي النتائج؟ بجمع A و B، كل واحدة منهم من 1 إلى 100، والتعليم الواحد تصبح vector instruction. هذه الأشكال من التعليمات هي التي توجد في الكمبيوترز التي لها معالجات
متجهات فيكتور بروسيسنج، أو التي تقوم بمعالجة المتجهات. طيب، في ماذا ينفع هذا النوع من أنواع المعالجات؟ قلنا أن الفيكتور بروسيسنج هو حوجة عندما تكون الداتا كثيرة والحسابات عليها كثيرة أو معقدة. طيب، أين نجد مثل هذه الأمور؟ Vector Processing is important in the following application. نحتاج حاسبات لها المقدرة على معالجة المتجهات في عدد من التطبيقات، نقدم هنا أمثلة لها. التطبيق الأول، تطبيقات معالجة المتجهات، Long Range Weather Forecasting، عمليات التنبؤ الجوي طويلة المدى. إذا عرفنا الداتا الموجودة الآن لعدد من السنين السابقة، فكيف نستخدم هذه الداتا المهولة الكثيرة لنتوقع كيف يكون المناخ مثلا بعد 10 سنوات أو 20 سنة أو 50 سنة؟ هذا Long Range Weather Forecasting، تنبؤات مناخية أو جوية طويلة المدى. كيف نحسبها؟ بناء على معلومات لأحوال جوية سابقة، قد تكون أيضا طويلة المدى في التاريخ. نأخذ بيانات 50 سنة في الماضي لنجري عليها حسابات ومعالجات ونتنبأ بالمناخ القادم. التطبيق الثاني، البتروليوم اكسبلوريشنز، استكشافات البترولية. هذه أيضا فيها داتا للأرض وطبقات الأرض ومكونات الطبقات وتاريخ المنطقة وإلى آخره. نستخدم هذه الداتا الكثيرة لتساعدنا في التنقيب عن البترول، نذهب إلى الأماكن الأكثر احتمالية لاحتوائها على مواد بترولية. أيضا في الميديكال دايوجنيسيس، في الفحوصات الطبية، لأن الفحوصات الطبية أيضا تدخل فيها عدد من البيانات المتداخلة والكثيرة، مثل التاريخ الوراثي والتاريخ المرضي وصحة الشخص مثلا ونوع الدم ومكونات الدم وإلى آخره. هنالك عدد من البيانات المتداخلة الكثيرة التي يتطلب التعامل معها جميعا للتأكد من الفحوصات الطبية. التطبيق التالي، Aerodynamics and Space Flight Simulation. الأيروديناميك هي الديناميكا الهوائية التي تتعامل مع الضغط والغازات و هذه الأمور. والسبيس فلاي سيميوليشن هي كيف نحاكي الطيران في الفضاء، فهذه الأمور أيضا تدخل فيها عدد من البيانات الكثيرة عن نوع الغازات وكمية الضغط الجوي وارتفاعنا من الأرض وقربنا كواكب أخرى من عدمه وقربنا وبعدنا من الشمس وساعات الليل والنهار وهذه الأمور. إذن الداتا كثيرة، وهذا مجال مناسب لاستخدام الفيكتور بروسيسنج. التطبيق التالي هو الارتفيشال انتليجنس والإكسبير سيستم. أيضا الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة تتطلب الاستعانة بتاريخ التعامل أو تاريخ ردود الأفعال لتوقع ردود أفعال مستقبلية في النظم الذكية والنظم الخبيرة، الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة. أخيرا، الإيميج بروسيسنج أو معالجة الصور، لأن معالجة الصور تقسم الصور إلى نقاط صغيرة جدا وتتعامل مع النقاط كجزء من كل يحوي كل تفاصيل هذا الكل، وبالتالي الداتا
موضع هذه النقاط الصغيرة من الصورة الكبيرة وهكذا، وتأثيرات الضوء وغيره. إذا الداتا كثيرة، إذا هنالك مناسبة أفضل لاستخدام الفيكتور بروسيسنج، وهنالك غير هذه التطبيقات. فقط أردنا أن نقدم مجموعة من الابليكيشنز المناسبة لاستخدام الحاسبات ذات القدرة على الفيكتور بروسيسنج. وإلى اللقاء في الدرس القادم.